اشكر الدماء الزكيه، الدماء اللي اريقت في نينوى في مدينتي لاجل ان تكون في هذا المنظر وفي هذا المشهد اليوم. اليوم الموصل مدينه، الموصل مدينه ليليه، اصبحت ليلها كنهارها من تفاقم الامان اللي صار بها. الحمد لله والشكر. هذا لازم توجه شكرا لمن؟ توجه شكرا للناس اللي اجتي تطوعت واجتي بهاي المدينه حتى تموت حتى انا اعيش. الله، هذا قل له شكرا. ما شفت ما شفت ناس طيب من اهل الجنوب قلوبهم بالطيبه ممليه ملي. ما شفت ناس طيب من اهل الجنوب قلوبهم بالطيبه ممليه ملي، ما ادري نفسياتهم من يا طراز ابو الاكبر هناك حتى المو علي تلقاه علي. الله الله، ما شفت ناس اطيب من اهل الجنوب قلوبهم بالطيبه ممليه ملي، ما ادري نفسياتهم من يا طراز هناك حتى المو علي تلقاه علي. يوجد بكل مجتمع قاع ونساء، وبالجنوب هناك اكو رجال وسمة، النساء تركض قبل رجل الرجال هناك عدهم يا ولد كل ظلمة. الوطن منصاح قام ابن الجنوب ورفع ايده وقال انا ابن الموزمة، انا معميل النجف واندلها زين الموت شمرة، وانا روحي معلمة بالحرب عندي التفاوض شي محال، التفاوض بالعشق استحرمه، لو مقابر لو سواتر ماكو بيت وماكو واحد في حضن مرت ارتمه. الله يسلمك، شكرا. شكرا لك. شكرا اهل الجنوب. شكرا. الله يسلمك. شكرا لكل الابطال. شكرا للروح. الله يحفظك يا رب.